كشف منظم صالون الدولي للبناء والتهيئة باتيماكس نذير فيلاليا الاثنين عن تنظيم فعاليات الطبعة الثانية للصالون في الفترة الممتدة من 8 إلى 11 من فبراير القادم بولاية عنابة. وأضاف نذير فيلاليا أن هذا الصالون يندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية، وسيعرف مشاركة 75 عارضة من داخل وخارج الوطن، مؤكدا على أنه فرصة لخلق ديناميكية بين المتعاملين الاقتصاديين والزوار وتعريفهم بأحدث التكنولوجيات والتقنيات في مجال البناء والتهيئة. هذا صالون دولي في طبعته التالية، صالون باتيماكس، صالون البناء والتهيئة، راح يشهد مشاركة 75 عرض، وين في 75 هذوما عندنا 8 دول اللي راح يكونوا مشاركين معنا. البيت من هذا الصالون هو خلق مشاريع جديدة في الجزائر، وبالطبع هذه المشاريع راح تخلق ديناميكية وراح تخلق هناك مناصب شغل للشباب، وحنا نمشي ونجتمع حسب أمر السيد رئيس الجمهورية. سا سخا لوكازيون اوسي بور لي فيزيتور دو كونيتر لو برودوي الجيريان، باسكو لو برودوي الجيريان الآن ولا يمشي على دي نورم انترناسيونال.